اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من صناع مصر. احنا النهارده عندنا حلقه مختلفه جدا، حلقه كلها بتتكلم عن حب مصر، مصر اللي بتواجه دلوقتي العديد من الصعوبات لكنها صامده. احنا في برنامج صناع مصر متفقين معاكم اننا هنسلط الضوء على الشخصيات الناجحه والفعاله، عشان كده معانا اليوم شخصيه مصريه اصيله جدا، اختارت حب الوطن عن المكاسب الشخصيه. شخصية تبنت المبادرة اللي أعلن عنها رئيس الوزراء بحتمية تصدير العقار للخارج. ومفهوم تصدير العقار ده مفهوم كبير جدا وشامل. أنا شخصيا لما اتقدمت قدامي الفكرة اتفقنا أنا وفريق الإعداد إن لازم يكون أول لقاء لينا مع منفذ الفكرة. ضيفي الدكتور أسامة الإفريبي رئيس مجلس إدارة شركة أفاق العقارية واللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، النهارده هيتكلم معنا عن خطته هو ومجموعة من شركاء النجاح من المطورين الوطنيين في مصر عن مبادرة تصدير العقار للخارج واللي هيكون بدايتها المملكة العربية السعودية في الفترة من 26 إلى 28 الشهر ده بتنظيم معرض هذه مصر واللي هيكون بداية سلسلة من المعارض العقارية تقام بالعديد من الدول العربية ومنها إلى باقي دول العالم خلينا نرحب بضيفنا المتميز دائما الدكتور اسامه الاتربي رئيس مجلس اداره شركه افاق اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك يعني احنا مع بعض بقالنا سنه واثنين وثلاثه احنا كنا مع امورادا مع بدايه آه لانش آه امورادا 1 وكنا دايما بنقول هو ازاي هيسلم في ميعاده وازاي شروط التعاقد دي كلها هيسلمها او هينفذها وبناء عليه فعلا شركه افاق بتسلم قبل ميعادها كلمني عن امورادا وازاي بتسلم قبل ميعادك يمكن انا وضحت لحضرتك ان امورادا القاهره الجديده المشروع الأول في القاهرة الجديدة، ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا إن احنا نسلم قبل ميعادنا بسنتين، كان مقرر له إنه يتسلم في 2022 وفي الحقيقة هو اتسلم في 2020 في شهر 10 2020. ده كان بتضافر طبعاً الأول طبعاً بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثانياً تضافر جهود الشركة بإدارتها المختلفة اللي قدروا فعلاً ينجحوا تجربة ان احنا نقدر نوصل للعقار تسليم قبل الميعاد بنفس الجوده ونفس الشكل الجميل اللي كنا عايزين نوصل له يمكن موضوع حلقتنا النهارده هو ملف تصدير العقار، كلمني عن المبادره اللي هتبقى موجوده في السعوديه واللي حضراتكم مشتركين فيها. العقار ده المعرض اللي هو هنشترك فيه اللي هو معرض هذه مصر، المعرض ده هيكون موجود في ريس كارتون في جده، هيبدا ان شاء الله من يوم الخميس 26 وينتهي السبت 28 احنا فكرتنا فكرتنا كشركتنا في النزول في المرض ان احنا هنحفز الاخوه المصريين العاملين بالخارج والاخوه السعوديين ومن الجنسيات المختلفه ان هم يجوا يشتروا في مصر في الفتره الحاليه دعما للدولار لان ده هو جلب اموال من الخارج دولارات مقابل عقار مصري فهي دي جزء من تصدير العقار م. تصدير العقار في محفزات كثيرة جدا الدوله اقرتها الدوله المصريه بدايه وفرت التوسع العمراني الذي يسمح بذلك مشمولا بالطرق الرائعه بالخدمات الارضيه البنيه التحتيه اللي مصر اصبحت تتميز بيها وتواكب جميع المشروعات العالميه من هنا جت فكرة ان احنا نستجلب او نخاطب المصريين العاملين بالخارج ان هذا وقت جيد ووقت مصر تحتاج فيه استبدل دولاراتك بعقار داخل مصر هنا الحكومة المصرية أقرت كمان حوافز أخرى كتيرة بالنسبة لتصدير العقار اللي هي الإقامات لراغبي الحصول على الإقامة في مصر ووضعت لها شروط وأليات الشروط والاليات دي بتطبق طبقا لمدفوعات كل من يرغب في التملك في مصر فكره ان انا دايما اكون شركه افاق لها الاسبقيه او هي بمعنى هى عملت هزه عقاريه في السوق العقاري. كلمني ازاي انا كمطور احافظ على المقاومات دي؟ هو فكره النجاح ان النجاح الاول بيلحقه دائما النجاح الثاني او الثالث اذا الشركه استمرت بنفس وتيره جوده العمل مع سرعه التنفيذ، الالتزام مع العملاء، واحترام العميل، احترام العميل بالنسبه لمواصفات التشطيب والشكل العام وعدم مخالفه اي اتفاق تم مسبق مع العميل. دايما بنتكلم عن بنود التعاقد بين العميل والمطور دايما يقول لك ايه طب انا هحط سنه مثلا تانية عشان خاطر ممكن الشركه دي تتاخر عليا. شركه افاق بتلتزم جدا بالمواعيد وبتلتزم ان هي تسلم العميل قبل الميعاد وكمان كامل المرافق يمكن انا وانت دايما حضرتك نتكلم في نفس النقطه دي. عايزين نوضح للعملاء ايه فكره ان انا اسلمك قبل ميعادك وويل دان زي ما بيقولوا يعني بستلم بنفس المواصفات اللي انا اتفقت عليها هي الفكره دائما ان يعني المطور عندما يبدا لابد ان يلتزم بما يقدمه للعميل بدايه من الرسومات م. الرسومات البروشور الموفي لابد ان تكون جميعها تعاقديه يعني يجب ان ان يرى العميل ما سيتم تنفيذه بالفعل وعند انتهاء التنفيذ آه لما يطابق اللي هو شافه في مرحله في مرحله الرسومات يلاقيه فعلا اللي هو تعاقد عليه هو اللي لقاه هو اللي من هنا بيبدا العميل آه يحس بحاله رضا آه ان هو حس و آه وطبعا لازم يكون بنسبه 100% مما راه هو اتعاقد عليه م.